دايما احنا في شهر رمضان بنلاقي صعوبه شويه كده في ممارسه الرياضه، وقتها طبعا الكسل بيطاردنا وبنلاقي نصايح كتيره، لكن هذه النصايح ممزوجه بشائعات تقول لك مثلا اوعى تلعب رياضه وانت صايم، او ممكن يحصل لك مضاعفات، ممكن تاثر على صحتك، بلاش تجري، بنلاقي شويه محاذير بس احنا مش عارفين الصح من الغلط. لكن خلونا نتفق مع نص هذه الشائعات ونختلف مع النص التاني، يعني نفكر بالعقل شويه. مفيش حاجه اسمها امنع نفسي من الرياضه في شهر رمضان، لكن في نفس الوقت امتى امارس الرياضه؟ اكون فاهم كمان ايه نوع الرياضه تحديدا اللي ممكن ان انا امارسه في رمضان وما ياثرش على صحتي. بنسمع كلام كتير يقول لك وانت صايم، لا قبل الفطار على طول، او بعد الفطار ممكن تاخد تمرايه وتمارس الرياضه، او بعد صلاه التراويح، او قبل التراويح، او بعد الفطار. فاحنا مش عارفين، لكن ما ينفعش نوقف رياضة في رمضان. صحيح، يعني أعتقد أنه رمضان يمكن الناس طبعا بتبقى مبسوطة بأجواء رمضان والأكل والفطار والسحور، لكن الحقيقة أنه لازم نكون محافظين برضو على الرياضة، لأنه الرياضة هي صحتنا بمنتهى البساطة. يعني علشان كده دايما نسمع من خبرائنا المتخصصين في هذا المجال أنه أفضل وقت تلعب فيه رياضة بيكون قبل الفطار أو ما بين الفطار والسحور، ودي اوقات مناسبه جدا علشان تقدر تعوض كميه السوائل اللي انت بتكون افتقدتها، وايضا في نفس الوقت تجدد نشاط جسمك. لكن في ناس كتير بتلجأ انها تستغل نظام حرق الدهون اثناء الصيام وتلعب رياضه في اوقات غير مناسبه، وده بكل تاكيد هيسبب ضرر على الصحه. طيب ده يعني خلينا بقى نصاب بحاله من الاحباط ونقول خلاص ما فيش وقت في رمضان نمارس اي تمارين رياضيه. لا، الحقيقه انه في اوقات مناسبة خلال شهر رمضان في اليوم بقى الرمضاني، ايه هي الاوقات؟ والدراسات اتكلمت خصوصا كمان عن فوائد لعب الرياضة قبل الفطار بساعة مثلا، ومعظم الناس اللي بتمارس الرياضة بتتمرن في الوقت ده على وجه التحديد. ليه؟ لانه في الوقت ده بيتم التخلص من السموم، وكمان الدورة الدموية بيتم تنشيطها، بتخليه كمان حاسس يعني راحة واسترخاء. أما مسألة ممارسة الرياضة بعد الفطار، فبالتأكيد بعد الأكل التقيل اللي بيتاكل في رمضان، فهتساعد على هضم الطعام بكفاءة عالية وترجع للجسم طاقته، وكمان تسرع عمليات الحرق. فيا إما قبل الفطار بساعة زي ما الناس بتتمرن، يا إما بعد الفطار وبتفوت كام ساعة عشان ما ينفعش طبعا تبقى واكل ونازل تتمرن على طول. لكن مسألة بقى أنه الناس دايما تتكلم على أنه الوقت في رمضان مضغوط ومش بلحق، لا، أكيد هتلاقي حتى ولو نص ساعة تقدر تفكر فيها وتفضي نفسك تنزل تمارس رياضة تحافظ بيها على صحتك، لأنه مسألة الرياضة مسألة غاية في الأهمية. الموضوع لا هو يعني أكيد مهم أنك تحافظ على شكل جسمك وبنيان جسمك، لكن كمان هو مهم جدا من ناحية الصحة.